افتتح رئيس جمال عبد الناصر مشروع الصوت والضوء الذي أقامته بمنطقة الأهرام وأبو الهول وزارة الثقافة والإرشاد، ودعت إليه كبار الشخصيات الأجنبية والعربية. ووصل إلى مكان الاحتفال سمو الأمير قسطنطين ولي عهد اليونان، فاستقبل سموه السادة أنور السادات رئيس مجلس الأمة، وعبد اللطيف البغدادي نائب الرئيس، ودكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد. وبعد قليل وصل إلى مكان الاحتفال سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وبرفقته السيد المشير عبد الحكيم عامر، وقد صافح سيادته الأمير اليوناني. وقد حضر الحفل كبار الشخصيات الأجنبية التي دعتها وزارة الثقافة والإرشاد لحضور المهرجان التاريخي، وكذلك حضر الحفل الوزراء المركزيون والتنفيذيون ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي. وألقى الدكتور ثروت عكاشة كلمة افتتح بها هذا العرض الذي اشتركت في تقديمه أحدث الوسائل العلمية والخبرات الفنية ومجهودات المتخصصين. وبدأ بعد ذلك العرض. 45 قرنا وأنا جاثم هنا أشهد كل مطلع شمس وعاه الإنسان. طالعني أول فجر أشرق في تاريخ مصر، وغدا يطالعني فجر جديد يغمر بنوره صفحة الشرق. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاي، ساهرا علي، قريبا منه، فانيا في ذاته،